كرم دكتور مجدي يعقوب ومحافظ أسوان 18 فائزا من المتسابقين في الماراثون الخيري الدولي الذي نظمه مركز مجدي يعقوب للقلب قلدهم ميداليات الفوز. كان دكتور مجدي يعقوب قد تقدم اليوم الماراثون الخيري وشارك به نحو 1000 متسابق وعدد من القيادات بالمحافظة، وتعد تلك المرة هي الأولى التي يتم فيها تنظيم ماراثون خيري بصعيد مصر، ويهدف إلى التوعية بالوقاية من أمراض القلب وصحة الإنسان بجانب الهدف التسويقي للدعاية للسياحة الدولية.